لم تكتمل فرحة المزارع الفرنسية ببداية فصل الربيع الدافئ حتى داهمتها موجة صقيع. يحاول المزارعون تجريب كل السبل الممكنة لإنقاذ البراعم والمحاصيل من التلف. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لمتابعتكم. انتظرونا غدا عند الرابعة بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت القدس. إلى اللقاء. عند الفجر يشعل جان النار في التبن والقش لمواجهة الآثار الكارثية المحتملة للصقيع المفاجئ الذي داهم الكروم في فرنسا بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى المعدل الصيفي في غير أوانها. نقوم بإضاءة بالات القش والتبن من أجل إنشاء حاجب من الدخان يقوم بعمل النظارات الشمسية للكروم، بحيث لا يتم ذوبان الجليد سريعا عندما تشرق الشمس ويحرق جزيئات الماء الموجودة في البراعم الصغيرة ويتسبب في موتها. المزارع يترقب، فالحرارة ناقص 5، ما قد يقضي على موسم العنب، فإن استمرت بالانخفاض ستضاء كل حزم القش ليكتمل حاجب الدخان عندما تشرق الشمس. اقتربنا من تحقيق الهدف، لحسن الحظ لم تهطل الأمطار بالأمس، لولا ذلك لكانت هذه الأوراق مغطاة بالمياه وتجمدت بالفعل. أعتقد أن الكارما ستنجو بشكل جيد إلى حد ما، إنها المعركة الأولى وعلينا إشعال النار يومين آخرين. الأوراق والبراعم حساسة جدا للماء في هذه المرحلة، بقاء الجو جافا والدخان المتصاعد قد يجنب الكرومة كارثة حقيقية. نحن نتعامل مع مشكلة الكرمة، ولكن جميع زملائنا الذين يعملون في زراعة الأشجار المثمرة المزهرة مثل أشجار الكرز والمشمش خائفون مثلنا من خسارة المحصول. المزارعون الفرنسيون يكافحون صقيع بساتين المشمش بالمشاعل، فأشجاره تزهر باكرا ما أن تتنسم الربيع، ما جعلهم يعانون من خسائر فادحة. يبدو أن كل ما يأتي في غير أوانه يورث الخيبة، حتى الطقس المعتدل.